اهلا وسهلا، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. انا وليت شويه الحمد لله، بديت كنفيق واحد شويه. اليوم غادي نخرج راسي، نخرج راسي بوحدي. غادي نخرج شويه نضرب دوره، نشوف شنو خاصني، نرفه على راسي شويه في نفس الوقت، نقضي شغالي. المهم البنات، اليوم البروغرام اللي عندي انني غادي نمشي، خديت واحد الرونديفو مع واحد الصالون. انا شوفوا الصالونات ديال الطاليان ديال يعني ايطالي، صالون ايطالي كيف كنقولوا. مشيت عند الالوفات ديال الصالونات، كتقولي لهم ديروا لي هذا اللون، كيخرج لك اللون الاخر. ما عرفتش، بما انني انا دايزه في هذه الحرفه، انا كوافوره يعني في المغرب، كنت كوافوره ودرت كوافوره حتى هنا في ايطاليا. مهم عليناش، يعني كنعرف هذه الحرفه هذه، وكنعرف لي كوب، نعرف لي ميش، نعرف الصبايغ، كنعرف كل شيء، والناس اللي قراب مني راه عارفين هذا الشيء. المهم عليناش، اليوم قررت غادي نمشي عند واحد الصالون ديال واحد الشينوي. ولكن شوفوا، انا غادي نمشي غنديرها في يد الله. مشيت عند الطاليان كنحط 80 90 اورو، فوالو فوالو، كيبقاو عاصرين عليك النهار كامل. غنشوف هاد الشينوي في يد الله، غنشوف هاد الشينوي، ماشي مشكل. لحقاش شعري انايا دابا هادي عام باش طرا ليا فيه واحد المشكل، كان تحرق ليا كله، مشى ليا شعري، مشى ليا كله. دابا عاد شويه بدا كيرجع لي غاسيل، بقيت عليه بلي تريتمون طبيعيين، الزيوت هذا وبلي سوان نيت لي ماسك، بزاف مهم، بزاف عام وانا كنعالج فيه، لان مشى ليا. وليت كندير غير طربوش على راسي الصراحه، لله في سبيل الله، ماشي مشكل. ودابا قررت باش نحيت، انا دائما يعني ولفت ليميش، كنديرهم دائما صراحه، ما كنستغناش عليهم، دائما كيهبطوا ليا كنعاود نديرهم. وبالخصوص ملي كنمشي للمغرب، بحكم ان عندي واحد مرات خايته هي يعني غنيه على التعريف، كتصايبهم ليا، كدير واحد جوج ثلاثه كتصايب ليا ليميش. هاد الناس هادو كتقول لهم ليميش كيفاش بغيتيهم، بلاتي من هنا الرونديفو بقاو تلصقوا عليك. شويه ملي كتمشي عندهم كيديروا لك داكشي، ما عرفتش انا، ما فهمتش انا. صافي هاد المره قررت غنمشي عند شينوي، غنشوفها كيفاش غتخرج معاه. المهم شوفوا، الا شفتوني غبرت عرفوني راه درت شي مصيبه، الا شفتوني بنت المهم خبر فراسكم. المهم تشاوفوا من بعد ان شاء الله ملي مشي الصالون، غنصور لكم شويه من تما نيت، ونتمنوا يخرج بخير وعلى خير. يلا باي باي البنات. هنايا راني كندور، مشيت لهاد هاد المحل هذا، شفت هذاك الشيء اللي خاصني، كانوا النيت كملوا ليا واحد الكريمات. المهم انا قلت لكم اليوم خصصته غير ليا، قديت شغيلاتي من بعد مشيت شفت داك الشيء اللي خاصني، الكريمات ديالي كذلك، اي حاجه ديال الوجه، يعني الغاسول اللي كنغسل به الوجه ديالي. راكم عارفين بما انني كنخدم في المجال ديال النظافه، يعني كاينه الغبره، كاين ما كان يعني كنعتمد على شي مسائل ضروري خصني نغسل بهم، يعني مره في النهار خصك ضروري تنقي البشره ديالك باش الوجه ديالك دائما يكون يعني يكون زوين، يكون يعني البشره ديالك تكون نقيه وزوينه. لما اعتنيناش بها ما كاين والو. صافي، وهنا كتشوفوا الصباغه النيت ديال الشعر ملي كتكمل ليها. انا البنات ما كناخذش هذا الشيء كل نهار ولا كل، كناخذو مره في شهرين شهرين ونص، ملي كيكمل ليا كنبقى نقيد اشنو خاصني. صافي كنمشي ناخذ الكريمات ديالي، الصباغه ديال شعري، اي حاجه كتلزمني كنمشي ناخذها. صافي كننسى راسي عاوتاني واحد الشهرين اخرى. هادشي اللي كاين البنات. من هنا ان شاء الله بحول الله غادي نضرب هاد الدويره هنايا، ناخذ داكشي كله اللي خاصني اللي عجبتني اللي يعني اللي محتاجه بها. صافي ومن بعد غادي نمشي للصالون كيف قلت لكم، ونوريكم كل شيء من بعد ان شاء الله بحول الله. خليكم معايا.
داروا لي الميكا بغاو يسخنوا لي الطرح. هيا في الله هانا يلا تقولوا لي الراي ديالكم في جاني انا جيت البنات انا جيت للدار. المهم الكولور هانتوما يا لا كيبان لكم لي ميش رقاق كيف كنبغيهم انا صراحه. عمر الانسان هيدا دلاستيك عمر الانسان يعني ما يحقر يقول الشينوا لا البرودوي اللي لقيت عندهم برودوي زوين صراحه. انا ما كندير اشار عندكم نحسبكم كندير اشار الشينوا ولا صالون ما عرفتش شكون ولا ما نعرف ما كاينش داكشي راكم عارفين اللي كاين. المهم شوفوا هانتوما كنتمنى تكونوا كتشوفوا هانتوما يا يعني طلع لي الكولور من داك الشيء الرفيع كولور بارد. وكيف وريتو النيت قلت له خطيطات يكونوا رقاق ما يكونش داك الشيء معيق هانتوما كتشوفوا جا. المهم جا يعني خفيف ظريف زويون. وهذا الكولور هذا كنبقى نهضر مع الطاليان كنبقى نقول لهم انا بغيت هكا بغيت هادي بغيت هادي كنوريهم كاع التصاور ديالي اللي كنكون دايره فيهم لي ميش. ورغم ذلك ما كيطلعوش ليا الكولور اللي كنبغي. هذا شينوي اول مره كنمشي عنده يعني وجربته صراحه عجبني كيفاش كيدير لي ميش يدور طبا كيفاش كيهز الزغبة كيفاش يعني فهمني شنو باغية المصايبة ديالو رطبة. تخيل كان كيصايب ليا في راكم شتوهم جوج بيهم كل واحد قابط بلاصة ما كينتفونيش. كاين اللي كتعطيه شعرك غير واحد كتكون قابطة لك شعرك وهي كتنتف وانت كديريها وانت والو. هادو بجوج بيهم تعاونوا ليا على شعري بحال عندي سالف عبلة ما راه عندي هي جوج زغبات حيت مشيت عندهم يعني ما واخداش الرونديفو من نهار ولا يومين خديتو النيت اليوم في نفس النهار. قلت لهم لا بغيت نصايب اليوم بغيت نديرو اليوم. انا في هذه القاعده ملي كتجيني شي حاجه في بالي وكنبغي ديك الساعات نديرها كنقول صافي دابا ولا ما غنعاودش نديرها. هادشي اللي كاين البنات. المهم قولوا لي الراي ديالكم كيف جاني الكولور. نتمنى حتى نتوما يعجبكم ونتمنى تشاركوني حتى نتوما يا هذا. المهم حاولت نبين شغنقول لكم حاولت نبدل عليا شويه باش ما نبقاش في داك الريتم ونبقى جالسه والمرض والغبينه ومع هاد مولاتي كورونا ويعني راكم عارفين الحال كي داير غير الدار غير هذا انسان. المهم نبدلو شويه مشيت نتفت هاد جوج زغبات وبدلت لهم اللون وجيت صراحه انا ولفت ندير لي ميش لان هما اللي كي بحال كيفتحوا ليا شويه على وجهي بحال وحتى كيعطيوني الصراحه هما راه واخا هما ما زوينينش الشعر انا عارفه هادشي ولكن كيعطيوني واحد الحلويه حيويه ولا حلويه يعطيوني واحد الحيويه لشعري صراحه وكيوقفوا ليا شويه الزغبه بحال كيحيوها ليا واخا راه كيقردوها وكيحرقوها ولكن المهم نديروا لي ميش ونديروا الزيوت ونديروا لي ماسك وهكذا الايام. يلا البنات كنبوسكم كاملين ونتمنىكم تشاركوني وتقولوا لي الراي ديالكم وتقولوا كيفاش جاني وامسيه سعيده ونتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم هذا النهير ديالي حاولت نشاركو معكم بما كل شيء كيسول عليا. هانا رجعت ليكم ان شاء الله ما يكون على خير من هنا لقدام. يلا حبيباتي باي باي عليكم كنبوسكم كاملين كاملين كاملين. باي باي.